إنك تكوني حامل ممكن يكون أكتر وقت سحري في حياة الست. النهاردة هو يوم بيتي كبير، هتقول لجوزها إنه هيكون أب؟ ده مثير جداً، كل حاجة جاهزة، يا ترى رد فعله هيكون عامل إزاي؟ أتمنى إن كل حاجة تكون تمام. أهلاً يا حبي، عاملة إيه؟ شكلك جميل. هاي جاستن، أنا كويسة، شكراً. إيه اللي بيحصل؟ هو إحنا بنحتفل؟ أيوة، بالتأكيد في مناسبة. ده هايل، وإيه هي؟ يلا قوليلي، ما تخلينيش متشوق. أنا مش عارفة أنت هتتقبل ده إزاي، لكن أنا عندي مفاجأة ليك. آه، إيه دي؟ هي دي ليا؟ أيوة، افتحها لو سمحت، دي حاجة مشوقة، خلينا نشوف. يلا، أتمنى إنها تعجبك. استني، إيه؟ هي دي تاتينا؟ أنا مش فاهم. بيتي، هو أنت بتقولي اللي أنا بفكر فيه؟ أنا مش قادرة أصدق يا حبي، إحنا هيكون عندنا بيبي؟ أنا متحمس جداً، أنا أكتر راجل محظوظ في الدنيا. أوه، أنا مش قادر أصبر، هيكون فيه ثلاثة مننا. أني على الناحية التانية مرتبكة شوية، العشاء رومانسي مش من عادتها، أتمنى إن الأمور تمشي كويس. هي أني، بتعملي إيه؟ شوف الفيديو الجديد، هيعجبك. هيعجبني؟ طيب يلا نشوف. أوه، شكلك جميل والمنظر طلع هايل، برافو عليكي. إيه ده؟ أنا حامل؟ هو ده مقلب هزار؟ لا قوليلي إن ده مش حقيقي، أرجوكي يا أني. للأسف يا توماس، ده حقيقي، أنت هتكون أب. لا، مش ممكن، مش ممكن أبدا. أني، أنا مش جاهز، أنا مش جاهز. يا ترى هكون أي نوع من الآباء؟ أيوة، أنا كنت متوقعة تصرف زي ده. أنا آسف يا حبيبتي، ما تقلقيش بخصوص الموضوع ده، الأمور هتكون كويسة، ده بس من أثر المفاجأة، ما قدرتش أتحكم في مشاعري. أيوة أيوة، أنا فاهمة يا توماس. وقت إن أنتوا تشوفوا البيبي، بيتي كانت مستنية اللحظة دي. نامي هنا، كل حاجة جاهزة. هنا؟ أوه، أنا متحمسة جدا. أنتي هتعملي شغل هايل. أوه، البيبي شكله هايل، تقدري تشوفيه هنا. أوه، أنا سعيدة قوي، أنا فرحانة جدا إن مفيش أي مشكلة. أوه، ده صغير قوي، إيه الحلو ده؟ ودي صورة ليكي، مش شكله حلو؟ شكرا ليكي جدا، أنا سعيدة قوي. أني عندها ألترا ساوند النهاردة. أوه، ممكن لو سمحتي نعمل ده بسرعة؟ البيبي بيجنني. أيوة طبعاً، زي ما تحبي. واو، إيه الطفل النشيط ده؟ بيشاور بإيديه جوه بطنك، مش ده مدهش؟ مش بتشوفي ده كل يوم؟ فعلاً؟ أيوة، ده لطيف، ممكن تقولي على طول إن ده البيبي بتاعي. طيب، أنا هخرج من هنا. استني، نسيتي صورتك، هي دي ليا؟ أوه، شكراً لتضييع الورق على حاجة زي دي. طيب، أظن إن إحنا ممكن ننسى موضوع العربية، ده صحيح، كل المهم إن الطفل يكون سعيد، هيجيله الأحسن في كل حاجة، عربية، ترابيزة تغيير، أزايز. هايل جدا إن أنا وفرت شوية فلوس. طيب فين فلوسي؟ تعالي لماما، ده هايل، وقت إن أنا أروح أعمل شوبينج، جايز الصغير هيشتري لنفسه حاجة كمان. أوه، أكل أطفال، يا ترى بيتعمل إزاي؟ ده وقت التدريب، ده صعب جدا، ده سخن قوي، كده مش هينفع. هي دي، أنا محتاجة الترمومتر، خلينا نشوف. وهو دلوقتي محتاجة إن أنا أبردها، تركيبة صغيرة، أفتكر إن كده كفاية. طب يا ترى عندنا إيه هنا؟ أوه، هاي دلوقتي بقت 73 درجة مئوية بالظبط، إمليها وهزيها هزة كويسة وشوية كمان، شكلها مناسب، أفتكر إن أنا عملتها، أنا مدهشة. طيب يا ترى هعمل التركيبة دي إزاي؟ أنتي بتتكلمي جد؟ هو إزاي هياكل ده أصلا؟ أنا هعمل لطفلي ألذ وجبة في الدنيا كلها. أوبس، أنا بوظت الدنيا شوية، مفيش مشكلة، محدش شاف، إمليها. هو البارتندر بيعملها إزاي؟ تحدي الإزازة. أوه، رائع، أنا لسه بعرف أعملها، شوية تدريب تاني وهعرف أعملها بشكل هايل. هي درجة الحرارة كام؟ أوبس، أفتكر إنها باردة جدا، خليني أجربها. ده مقرف، هو ده بيتاكل أصلا؟ مفيش مشكلة، هنصلحها حالا، الأولاد بيحتاجوا اللحمة، السوسيس هينفع. دلوقتي ده مختلف، ليه ما ضيفش البسلة؟ البقوليات صحية جدا، لذيذة، صاحبي الصغير هيحب ياكل ده.
شوية صوص. ده هايل، أنا عارفة صح؟ يلا نقلبها. مامي عملت تحلية لذيذة، تحب تجرب شوية؟ أوه أنا عارفة إنها هتعجبك. ممكن تستمري في التمرين وإنتي حامل، لكن لازم تنفذي شوية ضوابط علشان تحمي الطفل. ما فيش حركات مفاجأة. إيه رأيك تجربي الأوزان؟ أوه لأ، دي تقيلة قوي. في الغالب اليوجا هتكون صحية أكتر. وادي المات، رائع. هما بيعملوها إزاي فوقيها؟ التأمل مزيل هاي للتوتر. ده اللي أنا محتاجة بالظبط فترة الحمل. أوه فاتت مدة طويلة جدا من ساعة ما مسكت مضرب. أوكي جاهزة للمباراة؟ يلا نشوف مين اللي هيفوز. أنا شكلي هايف، دي مجرد البداية يا آني. أنت بتدوري على الانتقام؟ أنا هوريكي الست الحامل ممكن تعمل إيه. يلا ما تتكسفيش. آني بتفوز بالجولة دي؟ أنا قلتلك إيه، دلوقتي هتشوفي مفاجأة. إزاي تعملي تويست؟ كده أنت انتهيتي. يلا أنت مستنية إيه؟ أوه واو دي لفة حلوة، كله تمام. وادينا أهو زي كده بالظبط. أنا ما بتهزمش. هاي ده مش عدل. هاي أنت اتدمرتي من ست حامل. مين أحسن لعيبة بينج بونج؟ وآني بتفوز بالجولة دي كمان. ده مش عدل، دي كانت بتشوط الكرة ببطنها، ده غش. أوه مش قادرة أصدق الجايزة ليا، ده جنون. البيبي هيكون فخور بيها قوي. الطفل هيتولد قريب، ده وقت إن احنا نسميه باسم. خلينا نشوف عندنا إيه هنا. أوه أسماء كتيرة قوي، مش عارفة أختار منها إيه. طيب لأ ده مش مناسب لينا خالص، لكن الاسم ده شكله هيكون حلو فعلا. مافريك، ده جميل. هو ده هو ده ده اسم ابننا. أوه مش ممكن، أنا نسيت خالص إن احنا لازم نسمي البيبي. يا ترى الإنترنت بيقول إيه عنه؟ ده ملوش أي معنى، في اختيارات كتيرة قوي وكلها مملة جدا. هو ده، أنا عارفة هعمل إيه. رسومات تاتو بأسماء حبايبي الإكس عليها، في قايمة نختار منها الأسامي. أوكي ده مش هو ولا ده كمان مناسب. والاسم هو هاري، هو ده هو ده الاسم، هاري الصغير زي هاري بوتر بالظبط، ده اسم حلو قوي. وقت تجهيز سرير البيبي، أفتكر إن هنا المكان المثالي. أهو أنا حبيته، وبمظلة زي دي، دي كانت متوفرة بسعر مناسب كمان. طفلي هيكون سعيد قوي هنا. هاتشو ده اللي أنا كنت بقوله. أهو لأ جراثيم تاني، لأ يو كده أحسن. أهو ده حلو قوي. خليني أفكر إن توماس قال إن إحنا مش محتاجين عربية بقالة، ده سرير طفل أساساً. هنضيفي مخدة وبطانية وهتكون جاهزة. في عجلات ومنظر، ومش مستعدة إن أنا أضيع أي فلوس. خلصت، وقت إن إحنا ناخد بريك. إيه الفيديو ده؟ هما إزاي فكروا يعملوا كده؟ ما تقلقش يا بيبي، أنت مش هتحس بالملل مع مامتك. أفتكر إن في حد واقف على الباب. مساء الخير، اتفضلي طلبك. أوه هايل، شكراً قوي، في الوقت المظبوط. قضي يوم حلو. كل ده علشان البيبي، مش قادرة أصبر علشان أشوفه. أوه ده لطيف جداً، ده حلو خالص. أنا هحطه في الدولاب الجديد. حاجة جديدة للبيبي؟ مستحيل، أنا كنت عايزة أتخلص من التيشيرت ده من مدة طويلة. أوكي وإحنا هو طيب كده شكله حلو، أنا ممكن أقصه. أوه ده طلع حلو جداً، البيبي هيحبه. لازم بس تنظف الأطراف شوية، والتانك توب ده هيعمل بنطلون هايل، أنا عمري ما حبيته على أي حال. خلصنا، بنطلون حلو. أوه دول شكلهم رائع. مامي تعبت قوي، الحمل وقت للراحة لكن لازم تشتغلي. بيتي بتقضي وقت صعب. أوه في حاجة وقعت، أنا هجيبها. ممكن أساعدك؟ ما تقلقيش بخصوصها، هتكون كويسة. عندها بطن ضخمة جدا، هي إزاي قدرت تعمل كل ده؟ عندك حق، مديرتنا بتقدر تتصرف مع أي حاجة، مش هتعرفي أصلا إنها حامل. مساء الخير، أدي طلبك. أنت جبتلي إيه؟ أنا ما طلبتش ده. أوه سامحيني، أنا بقيت بنسى كتير، خلينا أصلح ده. أوبس أيوة أيوة طبعا، ممكن تاخدي وقتك. أنا آسفة، هكون جاهزة في دقيقة. أدي قهوتك. أوه شكرا ليكي. هو ولد ولا بنت؟ هو ولد. أوه هاي هاي مدام،
هنستنى وقت قد ايه؟ اهو انا سامعاكي. اوه واو، انا هاخد ده لو سمحتي، وانا هاخد ده كمان. ايوه اوكي، انا هكتب وراكي. انت مش مستعجله مش كده؟ لا لا، انا هستنى المده اللي تحتاجيها. اهو بطني وجعاني. ليه ما تاخديش طلبك بنفسك؟ مفيش مشكله، اقعدي انا ههتم بده. اوه شكرا ليكي، ممكن اخد بق؟ اكيد خدي كله، ما عنديش مانع. شكرا جدا، استمتعي بوجبتك يا انسه. ممكن الحساب؟ وانا كمان طبعا. 19.5 ليكي و 20.99 ليكي. ثانيه واحده، اتفضلي لو سمحتي خديهم كلهم، وخدي فلوسي انا كمان يا مدام، هتحتاجيهم كلهم. اه شكرا ليكي، ما كانش المفروض تعملي كده، انت طيبه قوي. اتضح انه مفيد انك تكوني حامل. يا ترى ايه رايكم في الاثنين الامهات الحوامل المختلفين؟ تفتكروا اي نوع فيهم منتشر اكتر في الحياه الطبيعيه؟ مامكم شبه مين فيهم؟ قولونا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش اي سيناريوهات ظريفه على تروم تروم سيلكت.